ست نقط مهمين قوي. صحيح. بعيدا عن الست نقط وبعيدا عن الصداره، شايفين ازاي قبل ما ادخل في العالمي شغل كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني؟ مؤكد هو من اول مباراتين رسميتين مش هتقدر، وخصوصا ان الراجل يعني ماسك المنتخب قبلها بايام قليله. أيوة. فما تقدرش تحكم بشكل كامل على افكاره وفلسفته، وتقدر تقول ان ده 100% هو شغل كارلوس كيروش بس، لكن تقدر تستنبط كده بعض الملامح من شخصيه كيروش من خلال المباراتين. الملامح دي بتظهر في تفاصيل صغيره. ايه هي التفاصيل الصغيره؟ انه راجل اولا بيحب يكون عنده ثبات في التشكيل، وده يمكن الظروف فرضته عليه شويه، لانه برده زي ما قلت لك لسه مش مستوعب كل اللاعبين والبطوله واقفه، فمضطر يعتمد على نفس المجموعه، لكنه كمان كان عنده اوبشنز انه يعمل بعض التعديلات، خصوصا ان بعض اللاعبين ما ظهرتش بشكل منتظر في المباراه الاولى، تالقت في المباراه الثانيه زي مثلا عبد الله السعيد، لكن هو قرر انه يكون عنده ثقه في المجموعه، عنده مرونه تكتيكيه لحد كبير، لانه اشتغل خلال المباراتين وغير خطته او تحركات لعيبه داخل الملعب. يعني مثلا لو لاحظنا في اول مباراه كان في تعليمات لمحمد صلاح ومرموش يدخلوا كتير لقلب الملعب، شاف ان ده عمل زحمه، ومصطفى محمد وعبد الله السعيد ما عرفوش يساعدوهم الاثنين ان هم يعملوا الخطوره في قلب الملعب، فراح بسرعه قال لصلاح طب افتح انت على الجناح، وادى بس التعليمات لمرموش ان هو يدخل على قلب الملعب وعبد الله السعيد يوسع له ويتحرك لتحت، وجي من ده الهدف لما استلم مرموش من على القوس. فكره كمان انه يروح يكون عنده الشجاعه او يزرع في اللاعبين ثقه الفوز في ليبيا، ويكون هو عنده المبادره. طبعا هو ادى ساب الكره لليبيا الاول لحد ما استكشف الدنيا والملعب وبتاع، وبعدين بقى التكليفات حتى في مصر ما كانش فتوح واكرم توفيق عندهم ادوار هجوميه كتير، لكن ده كان موجود في ليبيا. دي كلها يعني ملامح تقول لك ان مدرب كبير بيعرف يسيطر على المجموعه، وبيعرف يغير افكاره جوه المباراه الواحده، وبالتالي ادانا جرعة تفاؤل طبعا، والحمد لله ان النتيجه كانت ايجابيه، فبالتالي هي جرعة تفاؤل لما هو قادم، وانتظارا ولسه برضه هيفضل تحت الميكروسكوب ومتابعينه وبنشوف بيشتغل ازاي. اكيد طبعا، وفي انتظار مواجهه تقيله، يعني طبعا يكون في خصم قوي تقدر على اساسه تقيس قدرات المنتخب، وان كان الحقيقه العرضين اللي تقدموا وتحديدا العرض الثاني في ليبيا، يعني العرض الاول برضه ما كانش على المستوى المطلوب رغم ان احنا كسبنا هنا في ملعبنا واحد، لكن عرض ليبيا الى حد ما طمن الناس شويه على اللي جاي.